شكرا لكم، رمضان كريم عليكم وعلى الشعب العراقي جميعا. هذه التظاهرات لم تخرج اعتباطا وليست محسوبة، هذه التظاهرات هي ضد قانون سان دييغو الذي يضغط به الإطار، هذا الإطار الذي لم يكن فائزا في الانتخابات الأخيرة التي كانت عبارة عن دوائر متعددة، وهو الآن يعيد لملمة صفوفه نتيجة ما تلقاه من خسارة كبيرة في انتخابات عام 2021. قانون سانت ليغو، هذا القانون هو مفصل على الأحزاب التي خسرت في الانتخابات القديمة، ويبعد عن خيارات الجماهير ولا يلامس الاختيار الحقيقي للمواطن أين يذهب صوته، والاتجاه الحقيقي للصوت المواطن العراقي باختيار الشخص المعلوم الهوية. كما نعلم أن هذه الانتخابات هي عبارة عن قائمة مغلقة وتحدد بها جميع الشخصيات داخل هذه القائمة للحزب الواحد، والمحافظة تكون دائرة واحدة، وهذا غير صحيح في انتخابات مجالس المحافظات. فمجالس المحافظات تذهب باختيار شخصياتها مباشرة عن طريق التصويت، وتكون مسؤولة عن إدارة خدماتها وتوفير الخدمات داخل المنطقة والدائرة الواحدة، حتى يكون المسؤول قريب من المواطن والمواطن يعرف لمن اختار. فنحن نرفض قانون سانت ليغو، وكذلك نرفض قانون انتخابات مجالس المحافظات التي هدرت بها الكثير من الأموال على مدار الأعوام السابقة، حتى انتفض الشعب ضد هذه الانتخابات وضد هذه السلطة في عام 2019، وأوقف وجمدت المحكمة الاتحادية أن مجال انتخابات مجالس المحافظات التي لم تقدم أي خدمة ولم تقدم أي منجز للمواطن العراقي على مدى أكثر من 15 عاماً. وهذه المجاميع هي ما هي إلا مجاميع خدمت أحزابها أكثر مما خدمت المواطنين. فاليوم يرى المواطن أن هذه الانتخابات هي غير صحيحة وهي انتخابات حزبية، والقانون غير صحيح وقانون حزبي بعيدا عن القانون الجماهيري الذي يذهب بذائقة الجماهير وتحقيق ذائقة الجماهير باختيار الشخص المناسب داخل الدائرة الواحدة، بعيدا عن التحزب وبعيدا عن المنافع الشخصية والحزبية للحزب الواحد عندما يكون مكلفا بشخص داخل هذه الدائرة أو بشخص في المحافظة يخدم مصالح الأحزاب بعيدا عن خدمة مصالح الناس. القوى الشعبية اليوم في بغداد وجميع المحافظات والقوى الاحتجاجية اليوم صعدت وتظاهرت لأكثر من مرة على تعطيل هذا القانون، لكن هذه القوة، ونحن نعرف ما يجري داخل البرلمان من ضغط من داخل